يعني جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمان ومتناهية الصغر بيوفروا فرص عمل الحقيقة في كل محافظات مصر. والفيديو اللي احنا هنشوفه ده تحديدا في مشروعات برج العرب في اسكندرية. نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. هذه هي الحاجة صباح، أم لثلاثة أبناء تعيش في مدينة برج العرب الجديدة وتعمل في مصنع العبوات البلاستيكية، وبهذه الابتسامة تبدأ يومها في العمل. بعمل برطمان كريم لشركة أدوات تجميل، براجع عليه مع المكنة عشان لو في عيوب ولا في أي حاجة بقول للمشرف، والمشرف بيجي يظبط لي المكنة. طبعا النفر اللي بيشتغل واللي عايز ياكل عيش بيتعلم الحاجة بسرعة، يعني طب بلاحظ الحاجة وبيتعلمها بسرعة، وهنا الشغل الحمد لله مرتاحين فيه وكويس الحمد لله. 22 عاملا من العمالة المنتظمة ونحو 20 آخرين عمالة غير منتظمة يقدمون مهارات دقيقة في العمل من أجل تحويل حبيبات البلاستيك إلى عبوات بلاستيكية متعددة الاستخدامات ومختلفة الأشكال والألوان. بناخد اوردرات من الإدارة بالتشغيل، فبناخد على حسب كل منتج بيجي لنا. في عند اسطمبات بريفورم واسطمبات حقن جارات، البريفورم طبعا كل على حسب كل عبوه بتطلب مني، فبركب البريفورم المناسب ليها وبحطه على المكنه، ببدا بعمليه مرحله حقن بي تي في الاول، وبعدين بخش بيه على مرحله البلوينج. ماكينات النفخ بيتنفخ على حسب القالب اللي احنا مطلوب منه للشركه المصدر اللي احنا هنصدر لها الشغل، او سواء كان في مرحله البولي بروبلين بنركب الجارات او الغطيان على حسب المولد او حسب الحجم العبوه اللي هي المطلوب منها، فبدنا نحطها على المكنه وبتتم عمليه الفرز عن طريق الجوده ومشرفين الانتاج، فبتخش بعد كده بتتجهز وبتخش عن بتتشحن على الشركه على طول. بدأ هذا المصنع بماكينتين اثنتين عام 1998، تم بيعهما واقترضت صاحبة المصنع 185 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأنشأت بها هذا المصنع في مساحة صغيرة لكنها كبيرة الإمكانيات. جهاز تنمية المشروعات احنا بدأنا معاه من سنة 2000 اول لما فتحنا المصنع، وكنا اخذنا منه مبلغ صغير في الاول وبدأنا بيه بمكنة حقن، وبعد كده تطورنا احنا ودخلنا مع جهاز تنمية المشروعات من 2010، ومن هنا دخل معانا بدعم كبير جدا ومولنا بالمكن، وطبعا والمعارض والتدريبات طبعا وكل الخدمات اللي بيقدمها جهاز التنمية. طبعا احنا دايما بنطمع في الاكتر يعني، وبنطمع ان هو يدعمنا اكتر من كده خصوصا في مجالات التدريب والمعارض. فرصة عمل كريمة يوفرها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحاجة صباح وغيرها ممن يرغبون في كسب لقمة عيش حلال. احنا معانا للتعليق على هذا التقرير استاذ سيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفرع برج العرب بالاسكندرية. استاذ سيد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب احنا عايزين يا فندم نعرف تفاصيل اكتر عن الخدمات اللي بيقدمها الجهاز لاهالي الاسكندرية والشروط وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيشرفني ان انا اكون متواصل معاكم دايما من خلال تمثيلي لمكتب جهاز تنمية المشروعات بفرع برج العرب. طبعا جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، ده كان بناء على قرار السيد رئيس الوزراء رقم 947 لسنه 2017. ايوه. ان هو بيحل محل الصندوق الاجتماعي للتنميه سابقا، بس زاد الدور بتاعه ان هو بيعمل تشبيك بين الجهات الحكوميه والتواصل والتنسيق بين الجهات الداعمه لقطاع مهم جدا بيمثل 80% تقريبا من حجم الاقتصاد في مصر، اللي هو حجم المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. جهاز في برج العرب انشئ في 10/2010، قام بضخ ما يزيد عن 107 مليون جنيه ل 623 مشروع، وفر 4000 فرصه عمل تقريبا،
بالإضافة إن جهاز تنمية المشروعات بيضخ مبالغ كبيرة جدا فيما يخص ريادة الأعمال والتدريب. جهاز في الفترة دي العشر سنوات أو الثمان سنوات اللي فاتوا دول تحديدا يعني قام بتدريب 1332 شاب من شباب على كيفية إدارة المشروع من خلال تعاقدات مع جمعية مستثمر برج العرب أو من خلال الخدمات والدعم الفني بيقدمه جهاز تنمية المشروعات وهو ريادة الأعمال. في عندنا نوعين من التدريب، التدريب الأول بعلم الشاب إزاي يفكر في مشروعه، إزاي يولد فكرة مشروعه، وده مدة يومين اتنين. التدريب الثاني وعملناه بالفعل من شهر بالضبط يوم 14، دربنا 32 شاب من شباب برج العرب على كيفية إعداد خطة عمل مشروع، إزاي يسوق المشروع، إزاي يعمل الدراسة المالية، التدفقات النقدية، إزاي يتعامل مع البنوك والجهات الوسيطة أو الجهات تنمية المشروع. تمام. باختصار شديد جدا الفترة دي اللي قدمناها في برج العرب، بالإضافة إن إحنا لنا دور محوري وأساسي جدا في تشبيك بين الصناعات الموجودة في برج العرب. كويس. إحنا مولنا 623 مشروع، منهم 50% مشروعات صناعية. المشروعات الصناعية دي بنحاول نعمل تكامل بين الصناعات وبعض لإظهار وتنمية حاجة مهمة جدا اللي هي تشبيك بين الصناعات وبعضها لرعاية الصناعات المغذية. حد بيصنع بلاستيك، حد بيصنع تدوير مكلفات، بيحتاج لصناعات. بالظبط بالظبط، بنعمل تشبيك بين الصناعات. دورنا بيركز في الاساس على ان احنا بنقدم حزمه كامله من الخدمات الماليه وهي متعارف عليها من خلال سواء بنتعامل مباشره مع الجهاز وده افراد مباشر او من خلال الجهات الوسيطه زي البنوك او من خلال الجمعيات الاهليه اللي احنا بنتعاقد معها فيما يخص الافراد المتناهي الصغر. طيب يعني حضراتكم دلوقتي مش المشروع لما بيبقى قائم ومحتاج تمويل بتمولوه او بتساعدوا ان الشاب او شاب واحد يا فندم، ولا ممكن مجموعه يتقدموا مثلا بفكره؟ او يعني انا عايز اعرف لو في ناس ما عندهاش يعني المشروع مش قائم مش موجود اصلا، هم عايزين ينشئوا مشروع. هو يكفينا فخرا كجهاز تنمية مشروعات، ودايما بنقول الكلام ده، ان احنا اوجدنا قاعده من المشروعات الجديده، لان معظم الجهات البنوك بتحب دايما تتعامل مع المشروعات القائمه وليس القائمه. فكان لنا ان احنا نتحمل مسؤوليه في ان احنا ننشئ المشروعات الجديده من بدايتها، وبالتالي احنا بنمول المشروعات الجديده والمشروعات القائمه في حاله التوسعات. تمام. ودي من ضمن احد الحاجات اللي احنا بنقدمها، يمكن مشروع البلاستيك لمدام ماجده ترى بلس دي كانت قايمه معانا من الصفر خالص، وبدانا نتوسع معاها وهي حاصله دلوقتي على التزام 1.5 مليون، بالاضافه ان احنا بنعمل لها تشبيك من صناعات اخرى في محافظات اخرى من خلال قاعده البيانات لجهاز تنميه المشروعات، بالاضافه ان احنا برشحها في معارض. بالفتره القادمه ان شاء الله داخلين على محاور كتير جدا فيما يخص الخدمات الغير ماليه ورياده الاعمال. تمام. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الاستاذ سيد نصار مدير فرع جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر ورياده الاعمال فرع برج العرب بالاسكندريه.